هو ويلاه يا شيعة علي الهادي. شيعوه القابرة في أرض سامرة. صدرك أهوى ويلاه يا شيعة علي الهادي. أهوى ويلاه يا شيعة علي الهادي. أهوى ويلاه يا شيعة علي الهادي. أهوى من كتب فقد الأحبة غربة ما تشبه غربة. من كتب فقد الأحبة غربة ما تشبه غربة. مو سهلة والله من تبتعد عن أهلك وتهجر ديارك واللي يفجع أكثر لو كانت أحكام الهجر باختيارك. مو سهلة والله من تبتعد عن أهلك وتهجر ديارك واللي يفجع أكثر لو كانت أحكام الهجر مو باختيار. اسمك غريب وتلقى بالغربة مصايب حولك أعادي وما تصد حولك حبايب. تدخل سجين وتكابد أنواع النوايا وآخرها بالسام تنقتل والكبد ذايب. هذه سيرة علي الهادي جارتي عليه الأعادي. هذه سيرة علي الهادي جارت عليه عن وطن جدة مو باختيار مرتحل يشبه اجداده. أمر عدوة بقامة جابرية عن الشيعة
ابتعاده عن وطن جدة مو باختياره مرتحل يشبه اجداده امر عدوه بقام جابري عن الشيعه ابتعاده سامر ممنوع الأحبة يوصلون سلطة بني العباس بيتي حاوطون كم مرة بيت بلا وقاري فتشون وبلا عمامة يم قصرهم يسحبون بسامر ممنوع الأحبة يوصلون سلطة بني العباس بيتي حاوطون كم مرة بيت بلا وقاري فتشونا وبلا عمامة يم قصرهم يسحبونا هذه سيرة علي الهادي جارتي عليه الأعادي هذه سيرة علي الهادي جارتي عليه الأعادي عن وطن جدة مو باختياره مرتحل يشبه اجداده امر عدوه بقام جابري عن الشيعه ابتعاده سامر ممنوع الاحبه يوصلون سلطة بني العباس بيتي حاطوا كم مرة بيت بلا وقاري فتشونا وبلا عمامة يم قصرهم يسحبونا وبلا عمامة يم قصرهم ساجد الليل المرتل آذى روحا المتوكل ساجد الليل للمرتل آذى روحا متوكل راد ينصحا بشعر امتثل يقرأ بالدموع فاتوا عالقلل ما نفعت رجال ما نفعت حلل سطر موعظة لوحان الأجل صح بعيد تنشيد العين كابد بسجن العدو سنين
ساكن الهادي بعطاءه كل جهوده ثبت الدين كل جهوده نقرأ بسيرة شعورا كربلا يوصل يزورا من حرثة وقبر مقطوع الوتين أمر شيعته تمشي وما تلين دارا من العزل ضد الظالمين يدعي بسجدته الزوار الحسين يدعي بسجدته الزوار من حرثة وقبر مقطوع الوتين أمر شيعته تمشي وما تلين دارا من العزل ضد الظالمين يدعي بسجدته زوار الحسين ربي يا رب الكرامة أنا من خاصة بإمامة اغفر الزوار جدي يا مجرب القيامة يا مجرب كل حياة الهادي عبنج جت بعبره في شبابه تجرع السم وين ختم عمره مثل هذه الليلة ضج بأرسى مرة وصرخة من دار بحزن مجورة يا زهر شالا والنعش واندفن غريب نائي قبر جده الحبيب وابن العسكري يرفع النحيب بيده جهزه والفقد عصيب بيده جهزه مر زمان من الألم والمرقد تفجر وشيعة الهادي تزور الهادي ما تقدر لكن الله بحكمته ردكت أهل الشر رجعت القبة ذهب والعالم تنور مرقد النقي ملف شيعته وعلى كل محب حق زيارته يمتن وصلا واسي غربته وندعي الإله تحت قبته وندعي الإله